رح نضل ضمن أجواء الأدب والكتابة، ورح نحكي عن رواية بخيتة، وهو اسم رواية فرنسية مترجمة إلى العربية. رح تكون ضمن فعاليات معرض الكتاب، وأكيد ترجمة السيدة آلاء أبو زرار. رح نتعرف أكثر عن هالرواية ومضمونها معك. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، أول شيء بتشكركم لاستضافتي اليوم بمعرض الكتاب بهالصرح الحضاري المهم. أنا بالبداية شاركت بالمشروع الوطني للترجمة من قبل الهيئة العامة السورية للكتاب بترجمة هاي الرواية من الفرنسية للكاتبة فيرونيك أولمي، وصدفت أنه هي صدرت مع بالتزامن مع الدورة 31 لمعرض الكتاب. إذا من نحب نفوت فيها للرواية بشكل عام نحكي عنها. تمام، خلينا نحكي عن هاي الرواية. هي اسمها بخيتة، هي صبية. نعم، هي بخيتة، هي الصبية، هي الطفلة، هي السيدة. الرواية بتقدم صورة رمزية كتير مهمة للأنثى في كل زمان ومكان. أنا اخترتها لهالأهمية ولهالقيمة الرمزية اللي بتحملها. الأنثى اللي ممكن تتعرض للتمييز العنصري بكل أشكاله، سواء من ناحية العرق أو اللون أو الدين أو حتى الجنس، لمجرد أنه هي أنثى ممكن تتعرض للاضطهاد والظلم. بخيتة هي الصبية اللي أخذوها سبية من طفولتها من قريتها، وتعرضت لهالكمية من العذابات، ووصلت بنهاية حياتها لقيمة كبيرة بالمجتمع الأوروبي بدايات القرن العشرين أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية. وصلت لصارت قديسة، وهي الرواية لقت صدى وأهمية كتير كبيرة بالمجتمع الأوروبي لما نزلت من سنتين من الكاتبة فيرونيك أولمي، لحتى أنه هي عملت فيلم ولقى كتير استحسان، لأنه هي بتسلط الضوء على هالجانب المهم كتير عن معاناة الأنثى أثناء الحروب. فحبيت اني انا انقلها للقارئ العربي وتصل لمتناول يد الجميع. فبتمنى انه تعجبكم وتنال اعجاب كل القراء. يعني عم نحكي نحن عن اصدارات حديثه ترجمناها للغه العربيه. أكيد. وهي من الانواع الادبيه اللي تسمى تحت عنوان الروايه. لما نحكي عن الترجمه في احاسيس معينه يمكن لازم تنتقل، او افكار معينه غير بتختلف يمكن ترجمتها عن الكتب الثقافيه ولا لا؟ فعلا حطيت ايدك على نقطه كثير مهمه. الروايه هي عالم، لها عالم خاص فيه مليان، هي بحر من المشاعر الانسانيه. وهالروايه بالذات فعلا مستني كثير، لانه هي كثير بتحكي عن مواقف انسانيه كثير مهمه. حتى انا تماهيت كثير مع الشخصيه اثناء ترجمتي لهالروايه. هالانسانه مثلا على سبيل المثال بنهايه حياتها، لحتى هي بتصير بعمر كبير بالفتره الزمنيه، بتوصل لإنجاز، هي بتعتبره إنجاز كبير إنه هي قدرت ترتدي رداء ساتر لجسمها، لأنه هي ظلت طول حياتها ترتدي مئزر العبودية. فشعرت بهالفترة إنه هي مثل ملكة جسمها وحصلت على هاي الخصوصية. فبتفرجينا في فكرة تانية كتير مهمة، الطفولة. هاي الإنسانة لأنها انحرمت من طفولتها، فالكاتبة بتعطينا درس كتير حلو. دائما منقول فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن بالعكس بنشوف بهالرواية قديه فاقد الشيء يعطيه وبشدة، لأنه هي فقدت أمومتها. بنشوف قديه هي ظلت طفلة لآخر لحظة بحياتها، ظلت طفلة على مستوى اللغة. وهالشيء أنا كتير راعيته بالترجمة، إني أكتب صيغ اللغة صيغ الجملة باللغة العربية بطريقة طفولية، لأنه هي ظلت طفلة عطت قدمت الحب والحنان والرعاية للأطفال اللي التقت فيهم خلال حياتها بالكنيسة بمصلى درسودورو بالبندق بإيطاليا. قدمت لهم كل الرعاية بالرغم من أنه هي فقدت طفولتها. ففعلا فاقد الشيء يعطيه وبشدة. نعم، على يمكن نقطة كتير مهمة اليوم. الكتاب موجود بمعرض الكتاب، هو كتاب إصدار جديد تم ترجمته من صبية عم تقدم فكرة إلى المجتمع. اليوم خلينا نحكي عن أهمية تسويق الكتب المترجمة اللي يمكن بنظرك هي مهمة ولازم توصل لكل العالم. صح، من خلال معرض الكتاب بنلاحظ الأهمية الكبيرة اللي مسلطة على الكتب المترجمة. للكتاب المترجم أهمية كبرى، ولازم ياخذ مكانه
والحمد لله هو أخذ مكانه بمعرض الكتاب وبكل المعارض الدولية بالحقيقة، لأنه اللي بيشتغلوا بهذا المجال بيعرفوا أهمية الترجمة. الترجمة أنا بالنسبة إلي بشوفها نافذة بيطل منها القارئ والإنسان على الثقافات الأخرى والحضارات الثانية، لأنه نحن المترجمين يعني بكل تواضع بنقولها المترجم هو حامل لراية السلام، هو مهنة إنسانية كبيرة. كيف؟ من منطلق من فكرة أنه هو المترجم بينهي حالة عدم الفهم الموجودة بين الحضارات والثقافات، وبالتالي بينهي حالة الحروب. فالترجمة إلى أهمية كتير كبيرة، وبنشكر الهيئة العامة السورية للكتاب. بحب انتهز الفرصة أشكرهم على كل الجهود اللي هنن عم يبذلوها لرفع سوية الترجمة بسوريا، وعلى كل الدعم اللي عم يقدموه للمترجمين. ومنلاحظ أنه هنن بكل سنة بيعملوا مسابقة سامي دروبي للترجمة، والإصدارات موجودة دائما متسارعة سنوياً، وهي بتترافق مع معرض الكتاب. وأكيد بتعرفوا حضرتكم أنه صارت من يومين حفلات توقيع للكتب المترجمة، وكتير في كتب مهمة كتير صدرت عن الهيئة أو عن دور النشر الخاصة من ناحية الترجمة. وبنلاحظ حتى كمان تنوع باللغات اللي هي موجودة انتقلت للغتنا الأم، يعني على كل اللغات. ممكن نلاقي اللغة الإسبانية، الإنجليزية، الإيطالية، أو حتى الأرمنية. في كتاب صدر للدكتورة نورة أريسيان اسمه تقاليد الفقراء، مترجمته وهو عن اللغة الأرمنية، لفتني وحابة أني بصراحة أحصل على نسخة منه اليوم. أكيد يمكن إحنا كمان صار عندنا فضول نحصل على نسخة من بخيتا. خلينا نحكي اليوم عن الصعوبات اللي واجهتك بترجمة هاي الرواية. قديش استغرقت مدة زمنية؟ هلأ هي باعتبارها كثيفة ورقيا تتراوح بين تقريبا 450 صفحة باللغة الفرنسية. أخذت مني حوالي 4 أو 5 أشهر بين قراءة وترجمة وتدقيق، لأنه تعرفي الترجمة وقت كتير. ايه قعدت ليله 4 5 هي انا لانه عن جد كثير شدتني، فقعدت معها ركزت يعني بفتره زمنيه تعتبر قصيره، يعني اني ترجمتي كنت اقطع تقريبا باليوم 10 صفحات ترجمون. كنت عم تقولي لي عن الصعوبات اللي واجهتني. هي مو صعوبات، هي بالنسبه لي لقيتها تحديات لذيذه كثير، لانه بما انه بخيتا هي الانسانه انتقلت بين بلدان كثير، فمنلاحظ انه خلال الروايه تغيرت عليها اللغه كثير. فمنلاحظ لغات واجهتني، ممكن كلمات او جمل كامله مكتوبه مو باللغه الفرنسيه، بالرغم انه هي روايه بالفرنسيه، بنلاقي كلمات باللغه العربيه، باعتبار انه هي كان في فتره سلطت ضوء الروايه على فتره وجود العثمانيه في المنطقه بمصر. كلمات باللغه العربيه، في كلمات باللغه الايطاليه، وفي كلمات باللغه اللاتينيه، باعتبار الصلوات اللي كانت تنقال بإيطاليا بنهاية الرواية باللغة الإيطالية. فهي كانت مثل تحديات بسيطة، والحمد لله قدرت أني أتجاوزها. وكمان بتشكر المدققين اللي قروا من ورائي وعطوني كل الملاحظات، والكتير قدموا لي، كتير رفعوا من سوية الرواية بالحقيقة. يعني بدنا نقول لك ألف مبروك على ترجمة رواية بخيتا، وأكيد نحن هلأ لازم نحصل على نسخة منها. أكيد. وهي موجودة بمعرض الكتاب لكل مين حابب يحصل عليها. ألا بدنا نتشكرك بالختام، وكلمة تفضلي. أول شيء بتشكركم لاستضافتكم إلي، وبالنسبة للحصول على رواية بخيتا لأكبر عدد ممكن من النسخ، سواء من خلال جناح الهيئة العامة السورية للكتاب أو من خلال، بحب انتهز الفرصة أدعيكم وأدعي كل المشاهدين لحضور حفل توقيع رواية اللي حيكون إن شاء الله ب29 من شهر تشرين الأول بالمركز الثقافي العربي بأبو رماني الساعة 7 المساء. وشكرا كثير لكم، واهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. شكرا كثير لك وكل التوفيق.